زيارة خاطفة وفجئية لرئيس الجمهورية أمس كانت لصفاقس رفقة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال. وتصريح عمل برشا بوليميك البارحة في الفيسبوك حكاوا عليه، هو تصريح لقيس سعيد رئيس الجمهورية اللي قال أنه الرحلات البحرية خلصة هو عمل إجرامي. هذا اللي أكده البارح رئيس الجمهورية خلال زيارة تفقدية أداها إلى الميناء البحري بصفاقس عشية يوم الأحد، وقال أنه الدور الموكول اللي الحرس البحري للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وندد بالمتاجرة بالبشر، في إشارة إلى منظمي الرحلات البحرية خلصة واصفا ما يقومون به بأنه عمل إجرامي لا يمكن أن تتسامح معه الدولة. هذا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كيف جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد حرصه على ضرورة مواصلة حماية السواحل بنفس العزيمة والجدية مع وجوب معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة في بلدانهم الأصلية. وكانت وزارة الداخلية قد وضعت مؤخرا على ذمة إقليم البحري للوسط واحد الدية وصفاقس وقرقنة وحدة جوية مجهزة بأحدث المعدات واللي تسمح للحرس البحري داخلي في حكومة تصريف الأعمال. كان قام بزيارة للمنطقة البحرية استعدادات لوحدات الحرس البحري في التعاطي مع الهجرة غير النظامية. وقال وزير الداخلية أنه ستتم مضاعفة الإمكانيات المرصودة على ذمة الحرس الوطني في التصدي لهذه الظاهرة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة. كيف أكد وزير الداخلية أن الدولة ستعمل على مقاربة جديدة من أجل تشجيع الشباب على بعث مشاريع وخلق الثروة في بلادهم. وقال الوزير في حديثه مع وزير الداخلية الإيطالية أنه تم التأكيد على أن هذه الظاهرة تستوجب مقاربة اجتماعية وتنموية إلى جانب المقاربة الأمنية، وأضاف أن هناك تجاوب من الجانب الإيطالي. هذا بطبيعة ذكروا أنه مؤخرا وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا كانت أعلنت في تصريح إعلامي أن روما تنوي الشروع في إجراءات طرد المخالفين الذين وصلوا منذ أوائل مارس الماضي. طيب التعليق ساعة الأول جادوغ علاش، لأنه احنا كنا نتوقع زيارة رئيس بليتو وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ويبدو أنه زيارة رئيس الجمهورية ما كانتش متوقعة، وإن شاء الله تكون كانت فجئية بالمعنى الفجئي. جميل أنه نجي وجميل أنه نقوله الكلام هذي الكل، ولكن في الوقت نفسه شبعنا كلام، لأنه يوسف الشاهد قال برشا كلام، يوسف خفاق قال برشا كلام، الوزراء اللي جاءوا لصفاقس ديما يقولوا برشا كلام، كلام جميل قال الرجل وكلامه، لكن نجم نقوله عليه علاش أنه برشا كلام بقى حبر على ورق في كل الحكومات ومع كل الرؤساء تقريبا، وعود سنعمل وسنعمل وسنعمل السين هذه اللي تدل على المستقبل القريب، لكن حتى سوف ملحقنا لهاش، معناها مرينا حتى شيء من اللي وقع التصريح به من خلال الزيارات السابقة لرؤساء الحكومات ولا لوزراء ولا اللي هو ديما سنعمل وسنفعل وسنفعل، ولكن الواقع ما نلقاو حتى شيء. إذا نحب نحط جام على الزيارة الفجئية، معناتها أنه يجي مسؤول لصفاقس معناتها كيما رئيس الدولة وإلا كيما نقول وزير الحكومة، معناتها يكون موجود لهنا في زيارة فجئية، حاجة بيها على قليلة يشوف كما قلت انت ان شاء الله هتكون فجئيه بحق، معناتها شوف كل شيء على الواقع. اما مثالش خلينا نقولوا هي فجئيه وناخذوا على حسب الكلام اللي تقال، على قليلة يشوف على عين الواقع، يشوف شنو فما في صفاقس، يشوف حكايه الحرقه اللي بالحق راهي صفاقس تتصدر للبلدان الكل فوالا. كيف الاتجار بالبشر هي موضوع كبير برشا وموضوع شائك، ونعرفوا انه نعطيكم شويه نسب، مثالش 74.1% معناتها هذه وفق احصائيه صارت عام 2018، رغم كلهم نساء، من بينهم 48% صغار أطفال، معناتها موضوع كين هذا راهو موضوع ياسر خطير بالحق، يزن لكن يزن حلول ناجعة. ولا كما قلت أنت يا دوحة نضم صوتي صوتك، ماذا بينا التنفيذ على أرض الواقع؟ على غير العادة باش نعلق على خبر أنا قمت به، أنا باش نرفع للعلامة هذه على خطر نضم صوتي لصوت مديحة وقت معناها الكلام بتاع المقاربة الاجتماعية إلى جانب المقاربة الأمنية، وأنه الشباب يتمتع ببلاده ويخلق الثروة وهكذا. هذا الكلام أنا نسمع فيه تقريبا من أنا صغير، والحرقة ما وقفتش وزادت أكثر. كما هناك تعليق أخير قبل ما نمشيه للمديحة، وقت يقول رئيس الجمهورية أنه الرحلات البحرية خلصة هو عمل إجرامي، هو سيد الرئيس عمل إجرامي. الدولة اللي عملته في الشباب إجرامي أكثر منه، هو عمل إجرامي، ولكن شنو اللي يخليه الشاب وإلا البروفيل تغير كما كنا حكينا قبل يوم عائلات. الناس اللي بتحرق أكيد. احنا ما شجعوش الناس على تحرق، لكن بالحق اليوم لو كان الشباب القاهر خير
في بلاده وراها ما خليهاش ويمشي. ما عادش نشوفوا حتى ناس انا ما عندهاش خدمه، ناس بشهيدها، ثم عائلات، ثم ناس رينا حتى شكون هز ولده باش يداوي. وشنو قال نهارتها الاب هذايا؟ قال انا ميت في بلادي، فقلت نغامر بولدي وبعائلتي لعل نلقى هذيك البرسنتاج الصغيره باش ولدي يحيى ويرجع كيما كان. انا نحب للاسف نعرضك شويه راسم في الموقف نتاعك. انا معاك في كونه انه يلزم تكون فما فرصه للشاب في بلاده، لكن مانيش معاك انه مع الشاب انه يتبنى الفكر هذايا انه يتخلى على بلاده ولا يتخلى على وجوده في بلاده ويمشي. معناتها انا كونتر، معناتها الحلول راهي في الاخر ما زالت موجوده. قلب المستبدل ضيق يا مريم، اذا كان هو احنا مش نشجعه، بالعكس احنا ضد الهجره هذيا معناها دون شك معناها. ولكن ساعات الانسان اللي يدو في الماء مش كيما يدو في النار، يقول لك انا في بلادي ميت، بلادي ما لقيتش فيها الخير. نعطيك شنو هو يقول، شنو هو يقول. انا مش نتبنى في رايه ولا مش نبرر له، ولكن هو كي ما يلقاش الخير في بلاده، سواء عنده شهاده عليا ولا ما عندوش شهاده، وقت ما يلقاش ما ياكل، وقت اللي يشوف بوه ممرضى، كي يشوف عنده صغير مريض وما يلقاش الخير في بلاده، وما ينجمش يداوي صغيره ولا ما ينجمش يوفر له الخبزه، وقتها مش يرمي روحه للحوت وللمجهول، يقول لك ثم فرصه ولو تكون بسيطه باش نعيش، انا مش نغامر. علاش؟ لاني انا ميت بالحياه في بلادي. وبالتالي لهنا مش نبرروا الهجرة غير الشرعية، وإنما نستنهض الهمم تاع الساسة باش يشوفوا الحكاية هذه ويلوجوا الحلول الفعلية المادية، مش كو كلام كلام كلام. أنا معكم في الموقف هذية 1000%، لكن كيف العبد راهو هو سيد روحه. معناتها أنت انبش في الأرض وطلع قوتك بيديك، مش لازم عليك تحرق ترمي روحك للموت أنت وصغيرك وعائلتك. معناتها في الأخر أنت تنجم تحاول تلقى فرصتك في بلادك خير ملي تخرج ترمي روحك للموت. موت انت في بلادك. برشا حاولوا، برشا حاولوا نجحوا، برشا حاولوا نجحوا، برشا حاولوا. ناخذكم الموضوع اخر اللي يكثر الحديث عليه في فصل الصيف، هو موضوع الحرائق. نهار الجمعه يعني نهار العيد ثم حريق كان انشب بجبل في منطقه عمدون بولايه بيت، ضرر مساحات كبيره تقريبا قدره ب 820 هكتار حسب مصدر من اداره الغابات بباجه لمراسل ديوان اف ام. ونذكر هنا انه الجيش الوطني معزز بطائرة عسكرية كانت دخل نهار الأحد أمس لمعاضدة جهود الحماية المدنية لإطفاء الحريق. من جهتها تمكنت فرق الحماية المدنية بسليانة أمس من إخماد حريق بجبل بوكحيل من معتمدية الكريب عن طريق الوطنية رقم 5، وتسبب الحريق هذايا في الأضرار ب 300 متر مربع من المساحة الغابية. نقعدوا ديما مع الحرائق. نهار الجمعة زادة كان ثم حريق في هضبة سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية بالعاصمة، تحديدا في طريق الشط، وانتشر الحريق في مساحتين شاسعات، ودخلت الحمايه المدنيه لاطفاء وما تحددتش الاسباب نتاع الحرائق هذه. نذكركم انه في نطاق التوقي من الحرائق تونس عندها معناتها قانون معناها لحمايه الغابات والمزارع والضيعات الفلاحيه. مثلا يعاقب كل من جلب او اوقد النار خارج المساكن وبنائات الاستغلال بداخل الغابات او بالاراضي المغطاه بالنباتات الغابيه وعلى بعد 200 متر منها، كل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية والنباتات الأخرى. هذا يراه مش مليومة، والخطايا يعني من 50 إلى 150 دينار بالسجن من 16 يوم إلى 3 شهور أو بإحدى العقوبتين. إذا تسرب الحريق للغابات من جراء المخالفة يعاقب الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بين 3 شهور إلى 2 عام بقطع النظر عن الغرامات. أيضا بخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية، ثم زاد أحكام قد توصل إلى الإعدام إذا نتج عن الحريق موت. هذا في صورة ما كانت الحرائق هذه بفعل فاعل إذا كان مفتعلة. لكن طبعا تعرفوا أنتم حتى في العالم الكل شدة الحرارة موسم تكون معناتها كبيرة، الحرارة الكبيرة اللي تنجم تبعث الحرائق هذه. ولكن اللي حبيت نزنق عليها رسم أنه في الإطار هذه انتشرت برشا صور على الفيسبوك ما هيش من تونس أصلا، هي من تركيا، لمرأة تبكي ولمواشي نافقة ومحروقة ولغابات محروقة والأطفال اللي تبكيوا. ربي يردوا بينا، راهو مش معقول احنا ان معناها لازا هي النار واكله الغابات والمزارع، لازا احنا نزيدوا ناججوا النار هذه بصور غير حقيقيه، شائعات لزنتوكس هذوما. فماذا بينا ما نساعدوش احنا في البارتاج. مثلا عمدون باجه للاسف حريق ضخم يتسبب في حرق مساحات شاسعه من اشجار الزيتون واللوز وبيوت ونحل، ومرين عباد تبكي وعباد ملتعه، راهو ماهوش صور من تونس اصلا. بنحاولوا ما نساهموش في بث البلبلة، ووحدات الأمن والجيش وكذا قايمين بالواجب، وإذا كانت ثبت أنه ثم أيادي في العمليات هذه أكيد إن شاء الله القانون ياخذ مجرى.
نعلقين ولا انت يا راسل عندنا بيب ايمون بيب نرجو restez branchés sur Diwan FM publicité الأمانة تكافل شركة تأمين تكافلي تأمن لك على دارك على كرهبتك على خدمتك على عائلتك وعلى كل شيء يخصك ويخص أملاكك في الأمانة تكافل انت شريك والربح يرجع لك لخدمتكم اتصلوا بالرقم الأخضر المجاني 80 10 51 51 الأمانة تكافل البديل لحمايتكم استنى قبل ما نشدوا ثنية تفقت العجلية أمورهم واضحة وتفقت الماء بالطبيعة والزيت زيت الكهرباء باش نتفقدوا عند عجي اللي عاملة برومو على الجام لبغيفيون تاعها توصل حتى 35% من 3 ل 31 أوت وزيد النجم ونربحوا برشا كادوات وقت الانيماسيون اللي باش نلقاوها في محطات عجيل المشاركة ملنا جو مع عجيل فيدون جسيف بسوم خفيف لبريفيون أجيل تكنولوجي إني مبروك الباك أمين بنك تفرح لكم وتهديلكم الباك غاتوي أمين فرست بنك فرست فري من توا تنجم تحل كونت أمين فرست بنك لا بروميير بنك 100% en ligne en Tunisie وتتمتع بكارت بنكير سيزام pour vos retraits et vos achats par TPE et même en ligne وتتبع زيد الكونت نتاعك وتقوم بعملياتك البنكية à distance وهذا الكل بلاش مع أمين بنك الفرحة فرحتين أمين بنك le partenaire de votre succès عفو غبي الفياقة إذا كنت نحكي قبل البيب على الحرائق المنتشرة في الغابات وعلى زنتوكس والناس اللي تبرتاجي في تصاور ما عندها حتى علاقة بالواقع ساعة نحب نحط الدمعة هذه خاطر كيما كنت نحكي أنا وياك راسم عمدون من أجمل المناطق اللي موجودة في بلادنا بلاصة ياسر حلوة ومزيانة معناتها كي يصير فيها حريق كي هكا بالحق قلبك يوجعك على الثروات الغابية اللي موجودة في بلادنا هذه الدمعة هذيك علاش معناتها ماذا بينا نحافظوا لو ماكسيموم على جمال بلادنا وهذا السيد المتغشش أنا متغشة كيفو على خاطر صحيح ممكن تكون هذا موسم الحرائق معناتها اون جينيرال أما نعرفوا أنه في الغابة هذيك فما برشا ناس تخرج وبرشا ناس تمشي تكامبي نقولوا احنا وتقعد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما تكونش معناتها معناتها مفتعله الحريق هذيا وان شاء الله ما تكونش بفعل فاعل وانت كنت تحكي يا دوحه وقلت انه القانون راهو يجرم الخطيئه هذيا دونك ردوا بالنا بالحق على بلادنا المزيانه خليها تونس خضره امان بالحق بلادنا مزيانه نحب نحافظوا على الجمال نتاعها كيف انا مديحه انا حزين يا مريم انا حزين شويه على البرشه لما حال على عمدون على خاطر عندي معها ذكرى خاصه ان انا عديت فيها عامين كاملين خدمت فيها عمدون ونعرفها مليح ونعرف الناس قداش طيبين وهذيك البلاصه قداش هي مزيانه بالحق هي قطعه من الجنه وان شاء الله يا ربي نتجاوز هالحرائق هذوما وترجع كما كانت ونعمل جدار لقوات الحمايه المدنيه والجيش الوطني عيد تعرف منها عيد وثلاثة أيام ناس وهما يصارعوا في النار في الصيف وعيد ومخلين عائلاتهم بالحق معناها برافو وإحنا معناها نحكيه لهنا في الميكرو كذا لكن هما على أرض الواقع معرضين النار ومعرضين روحهم للخطر ومعرضين حياتهم ومحرومين منهم حياتهم للخطر معرضين كل شيء صحيح يقول لك هذا وجب لكن بالحق راهو ما هوش سهل برشا برافو ربي يعينهم وإن شاء الله كما قالت مريم ما تكونش الحرائق هذه بفعل فعل ولو الخطايا شوية تعرف مديحة مش 150 دينار معنا حكاية فارغة إيه لكن توصل حتى للعشرين سنة في بعض الأحيان إذا كان المناطق كما قلنا حسب المنطقة وتوصل حتى نعم اي دونك مش نحكي على بلاغ كان هبط على صفحه رسميه لوزاره الماليه بلاغ تعديل بعض اسعار البيع للعموم بالنسبه للسجائر والمواد الاخرى المختصه دونك الوكاله الوطنيه للتبغ والقيود ومصنع التبغ بالقيروان الوكالة الوطنية للتبغ والوقود ومصنع التبغ بالقيروان كانوا أعلنوا أنه تبقى لقرار السيد وزير المالية اللي هو بصدد النشر احنا زوز كل غلط مرة على فكرة التبغ والوقيد ماهوش وقود الوقيد فوالا اي خاطر ديش انت قلت القيود انا قلت القيود واحنا صنحنا نقول لك الوقود وهي الوقيد ما تاخذوش علي يا جماعة تاخذوش علي الكل دونك بداية من نهار 3 أوت 2020 دونك مش يتم زيادة في الأسعار متاع التبغ والوقيد مازالوا قيد توا في مازالوا ما عادش نلقاو قيد معناها ما عادش نلقاو القيد توا كل الناس كل البريكيات يظهر لي البريكيات زادت تدرج معناتها في القيد لا هيا به دونك الباعة اللي ابتاعت المواد هذيا قبل ما يخرج القرار هذيا دونك واللي عندها كميات من المواد هذوما الاختصاص
الأشخاص اللي شراوها بالأسعار القديمة ينجموا يقدموا تصريح كتابي لمكتب قابض المعاليم اللي يتزودوا من عنده. دونك آخر أجل باش يسلموا التصريح هذية هو نهار 6 أوت 2020. دونك هذا بالنسبة لكميات مواد الاختصاص اللي عندهم ديجا هي موجودة عندهم على أثر غلق محلات تجارتهم نهار 2 أوت 2020. دونك الكميات اللي وقع الإعلام عليها دونك مش كيف يدفعوا الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة للقبضة المالية المختصة. نعطيكم شوية النسب في الزيادة. دونك بالنسبة للسجائر زادت بنسبة 10%. نعطيكم شوية أسوام مع تفهم نوع عن السجائر من 3200 مشوالي 3500، من 6600 مشوالي 7300. السيجار مش يتزاد بنسبة 8%، النفة مش يتزاد بنسبة 12%، وأوراق اللعاب بنسبة 9%. دونك كذا في المجمل القرار بلغ التعديل بلاغ التعديل اللي هبط على صفحة رسمية لوزارة المالية. المالية. بي معني شنو تحبني أنا واحدة من الناس طنق التدخين قاتل والسجائر قاتلة، وسامحوني جماعة اللي في مور معني سامحوني ماذا بي يزيد يغلى أكثر لعل تمشي إمكانية أنه وقت اللي يغلى الدخان تبطلوا تدخين حفاظا على صحتكم وعلى صحتنا احنا زيادة، لأنه التدخين السلبي عنده برشة سلبيات على الإنسان اللي ما يدخنش. أنا ما قلقنيش الخبر هذية طنق أنا كونتر التدخين. أنا كيفكو، لكن في نفس الوقت قولك مسكين الزوالي حتقولك حتى الدخان اللي احنا معناها مويان الوزير خليني يقول سي معناها بشي رزيونا فيه وبشي غل مش علينا مش ولا محلة 300 و400 ملي ونصور لا مخرج حاجة أخرى. ثم مشكلة كبيرة، هذه الأسعار اللي هي مطروحة وتطرحها معناها وزارة المالية ما هيش هي ديما الموجودة في السوق المخالفات راي موجودة أكثر موجودة برشا وساعات تبدأ سلعة مفقودة تقع عند حماس وحماس. لا معناها هنا دور المواطن في المراقبة موجودة ظالي أغلى من هكا برشا زادة ديجا. إيكا هو السوق. كنا نحكي ساعة أنا وأيمون كيف الأوف قال لي خافوا لنتيحوا في ديز ألترناتيف أخرين معناتها بخلاف التدخين يمشيوا مثلا للتجارة الموازية وإلا يمشيوا التهريب ولا يمشيوا للحاجة أخرى معناتها كيما الزطلة ولا حاجة كيما هكا. دونك ما نجمش نعطي رأيي في القرار هذا. فوالا هكا هو كل واحد وربي قدر الخير والشخص اللي المدمن على التدخين مهما كان الثمن راهو مشيخه ومشيخه. إن شاء الله ربي يهدي الناس الكل وإن شاء الله الصحة والسلامة ليك.